عائلات من أجل الحرية، جينا مشان قضية المعتقلين لحتى نسمع العالم صوتنا، صوت المعتقلين المختفين من بداية الثورة السورية حتى الآن ما بنعرف عنهم أي شيء. أنا عندي إخواتي 2 يحيى ومعن، طر لهم 6 سنين معتقلين وتم اعتقالهم بيوم واحد من داريا، وحتى هاللحظة ما بنعرف شيء. كانت كتير صدمة كبيرة لألي ولأمي ولأبي ولاد أخي. أخي عنده 4 أولاد، فكتير كان سيء. أنا معتقل زوجي من 6 سنوات، من سنة بنتي من خلال وجودها بسوريا حاولت تبحث عن أبوها. كان شيء مؤلم على بنتي، وعطوها وراء أنه هو متوفي، أنه راجع المشفى. هو نحن يمكن قد ما شفنا التعذيب، قد ما شفنا الناس تتعذب بالسجن، فيمكن أحيانا بنتمنى أنه إذا ميت يمكن أفضل بكثير. يعني أحيانا بقول لا، لازم يعيش، لازم يكون قوي من شان يرجع لأولاده يرجع لبيته. فإذا كان عايش فأنا عم نادي بقضيته، إذا كان متوفي أو مستشهد أنا بقول إنه هيك بكون عم فرحه إنه عم ناصر قضية المعتقلين.